ابني احلم نحلموها قاعدين نحلمو نحلم. آه. نحلم. آه. نعاود نسلم عليكم صح شبابكم مره اخرى اللي التحقوا بينا آه قاعدين نحنا في درشه آه. ما حسيناش بالوقت ما نعرفش ان شاء الله زاد انتم ما حسيتوش بالوقت معنا مع عبد الستار عميمو ضيفي هو مش ضيفي هو تلموا ولا صاحبي ما عادش تلموا بالحق استاذ آه. عندنا مده طويله ونهار لي قربنا لبعضنا قربنا بور دو بوند، معناها صحاب صحاب. نحن نعرفوا بعضنا من بعيد، آه نتقابلوا في الكرم. وعندنا آه نسيب اللي هو س من اصدقائك. عرفي عرفي. مختار صار نوجه له تحية. وقدوتي خاطر سي مختار تعلمت عليه برشا حاجات، وانت بيدك تقولها كلام سي مختار انا بخلاف انه عرفي في في الادارة وفي وزارة السياحة وعرفي في مهرجان المدينة على خاطر تعرف سي مختار حل الباب. مش واجهت الجمود جميل صعيبه في مجالنا المساسين بالحفلات والحفلات الراقيه وكذا، انا جيت تقول لهم واحد اكس وقتها مازال اسمه آه مش كبير، باش اعمل لكم مسامره، باش احكي لكم، وقال لي اختار انت مواضيع بلنجه <applause> اي اختار المواضيع، حطني على كرسي في دار الاسرم ندخل نلقى الدار من مساكين رؤوس الخلق، انا مفجوع، لكن هو شايف قاعد قدامي وشايف، وقال لي تصرف وبحق حلي باب جديد علي معناها انا أتفكر كتبت عليك مره سير ما تفكرش عندها بارشة أه استعملت ليغيتي وقتها عبد العزيز العروي أه. المقاله عندي بالحق كت... انت كتبت مقاله وقتها في جرت بعضهم كتبت انت مقاله ولا زهر عبيد في آه. مق... في آه... آه... شو اسمه ابدو

سمع التيتر نوتخ كونتور ناسيونال انا فرحت بهم الاثنين حق قصيتهم وخبيت صورتهم دايا حتى ما تعرف انت في البدايه تمتعك في البدايه وقتها, وقتها. سامي امي ديبي ومن بعد فواز في بدايتك في معناها في مقابله الجمهور مباشرة. مباشره مباشره, مباشرة. وسورتو في مؤتمرات مش في محاضره كلاسيك معناها إيه كل شيء سمتوش هذوك وفواز هذا كيف كيف بنتمسك عملنا بابي في لابريس وقتها هو فرد وقت زاد هو وش اسمها بن حسين الفا بن حسين الفا بن حسين في الحسين. لابريس في لابريس كيف كيف اللي بد حفيد سي محمد بن حسين جده عرفته اللي كان عميد صحفي في زمانه مم. انا عرفته عمره 93 سنه هذه ما معلومه محمد جديده راجل عظيم حي ألفة زاد انا, صديقي. أنا صديقي. وعرفته من جمعيه قدم الصدقيه أه إن نهار قاعدين مع سي, ف... سي حبيب الزغند الله يرحمه الله يرحمهم الكل قال له سيدي محمد آه انت عم كيفاش دخلت للصدقيه؟ دز المجيدية كيف حك راسه يخمم هكا قال له يعمل شي عام 12 قال له يا عام ثلاثة أنا صحفي مشهور عام آه ثمانية أنا صحافي مشهور معناتها <تصفح> تغشش ما عجبتوش معناها أن مسيو أن لا دلافي كيفاش تفسر العلاقة اللي كانت معناتها سيرمون فما كانت منافسة فما آه الناس الكل يحبوا روايحهم آه أحسن نحود في خدمتنا زاد موجودة برشا الحكاية هذي <وزوغ> أما كان فما تواصل كانوا فما جماعة من ميادين مختلفة يتقابلوا في الصالونات كانوا في قهوة كانوا في ديار <وزوغ> يكون احنا الاكثر حاجة اللي قعدت يمكن نتابع الفولكلور التونسي هما جماعة تحت السور خاطر كانوا في قهوة وكانت فما معناها آه، معناها فما كان عندهم اثر على م. الصالون نتاعهم سي دي صالون ليتيرير من فرنسا أي أي. هو يمكن الشان الثقافي متاعنا تطور بالاحتكاك مع فرنسا و داير حتى شكون البي اللي حب يعمل ريبرودكسيون تاع شاتو دفرساي؟ آه بون هو حب يجمل قصر على شكل فيرساي، القصر موجود وقصر محمد محمد بي آه آه بشي 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 آه بشي يا سيدي احمد اما توا مو خويا مشا هو قصر موجود وكي مشا لفرنسا وجاء حب يجمله على شكل فيرساي كيما جمل باب بحر بحر دو فرونس أبو؟ كي شاف لاخر قال حتى احنا آه نعملو حاجه بدل صار هذاك مش قديم قديم هو كان ماما باب قديم هو جا جددو جدد جد سي جدد دار النقيشه موجوده عليه من فوق مكتوبه ما يراوش ما ينجموش يقراوها الناس خاطر عاليه بانشاء هذا الباب قد صدر الامر من الملك السامي الذرا من له الفخر اللي هو مكتوبه تو مكتوبه تو وهي من نظم شيخ الاسلام سيدي محمد بيرم الثالث معناها آه تاريخا تاريخا للمعلم هذاك اللي جدو احمد باي المشير احمد باشا باي euh, uh, كوبيون على حبل حب كيما راه لاك دو تريون في يعني الحد يعمل حاجه لكن اي با بو سي ديتاش ترو سي ديتاشي من 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 المدينه معناها علاش أقصد؟ نحن عندنا اون سونسيبيليتي جايه من فرنسا عندنا اون سونسيبيليتي جايه من الشرق عنا اون جايه من مطلين من نقولوا من اوروبا بصفه عامه شويه مطلين شويه اسبانيور بون مالطا كيفنا هي كيف معناها تبع تطبيع وعندنا بعد حتى في ال... كي جات السينما وجات التلفزه عندنا اون يو... انفلونس جايه من ما وراء البحار هو يكون البعد الافريقي ما كانش عندنا برشا لا. الحق الافريقي العميق م. معناها لكن مغاربين كنا معناها حتى المالوف نتاعنا فما كونتينيتي من 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 الفاس جايه حتى علاش هذايا معناها ريشيس كبيره وتلاقح علاش توا ولينا بقى آه انت فرانكوفوني انت عرب انت شرقي ما فون ما كانتش معناها في وقت ما انا هي جديده حديثة شكون اللي سبب فيها شنو سبب فيها من العرش أما قبل ما كانش ما كانش تشكل تشكل معنى حاجة معنى بيزا حتى مثلا تلقى في نفس القاعدة واحد بالجبة والكشتات على راسه واللي يخب الطويل قبل كنا مثلا اللي يمشي للقهوة يمشي باب السويقة ينجم يعرض كرباكا ينجم يعرض ينجم يحكي معاهم ينجم يحكي مع الدعاجي. ينجم يحكي مع انا نتفكر وانا صغير برشا حكيت مشيت وقتها كان حمادي الجزيري يقعد وحده واحد حريري مشيت حكيت مع وانا صغير قلت وانا نعرفك من التلفزه نعرفك طول. قعد احكي معي وي ما او سيريو هل فما قطيعه تو معناها الناس هل النفور هذايا هل الناس هذوما اللي ما نحبش نستعمل كلمه نخبه خاطر النخبه فيها شويه تعالي أي. اما الناس اللي يمت... يمتهنون الفن أي. واللي هم معناها يقدموا للجماهير العارضه اعمال آآ مسرح آآ تلفزه سينما هل الناس هذوما تعتبرهم توا ولا منذ اعوام في قطيعه مع عامه الناس؟ اي فما بديت شويه القطيعه، نتفكر كل عام نهار سيده منى نور الدين تحكي في انترفيو في التلفزه وقتها مع يظل مع سيدي جيب الخطابي رحمه يا اخي قال لها انت نجمه قلت له ما عندناش نجوم في تونس تحكي في ما عندناش فقط النجوم في تونس آه انا نفكر فرقه مدينه تونس مثلا علي بن عياد بجلاله قدرو معنا يقفوا في الشارع يدخلوا الحذاء عبيت ساعات تدخل تحضر في البروفة ما معاهم في البروفة وكل شيء ويتلفت هو يقولوا اش قولك ودار شو معنا عباد ما يعرفهمش معنا ناس ما ثم مثلا الشيخ العربي كبادي اللي هو استاذ في جامعة زيتونة ورئيس المجلس الادبي نتاع الرشيديه كبادي الشيخ العربي, الشيخ الكبادي ما ادراك سيد العربي الكبادي يقعد في قهوه في باب سويقه والطاوله نتاعو فيها كان الديجان يا اخي من الجامعة قالوا له اعمل ناموس الروح الوان اعمل واحد عمل أه عم ريق ريق استاذ كبير في جامعه الزيتونه يقولوا يحكي بكل جوابهم بطريقه ايه ضامره معناها فريمون هذاك هو قال لي يا جماعة أنا خير نقعد مع الشباب هكا واحد يقول لي البارح بيت في صهرية والآخر يقول لي بيت في بنعشفين ولو حسي قال لي نعوش القلب نقعد معاكم قال في التريك أنت تقول لي والله بيح بير عامل وعمل فيا نقعد لي لي الدمار في الدمار في رأي عملت فيا قال لهم على قل معنا معلها... 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 يحب الحياة يحب الحياة م. ليه وكان يسوس اللي هو قاعد مع الشباب ويحكي معهم وشيء وما كان سبب اللي سجلت مع سيدة شافية رشدي أنا صغير كي سجلت مع شافية معنا كي سجلت لها ثلاثة سوايع اللي قعدت معهم في ثلاثة حصص جافي جافي 18 ولا حاجة كي نقرأ ثبتها اني لقيتها في حانوتنا احنا عائله والدي حداده ونحايسيه. سو كذا عندنا حوانتنا لكن فهم صناع مع العائله بدلوا قلمه وكذا. فما علي بشير نحايسي الله يرحمه طبيقه هو في الحانوت نهار نتعدى حذاه تعدي حذاه شافي مش شافي حسب خاطر بدلت عليه وكبرت وشو قال لي هو سلم على نا انا شافي رجدة بس بص بس هكا شيء قالت له ولد شكون قال على والدي وده شنو قالنا نحكيو هكا يا اخي إيه قالت لي هاك مغروم قلت لي نحب التواريخ وده شو مازلت ما مازلت خديت الباك ما مازلت بعد قالت لي قالت لي ما نحكي لك لي برشا حاجات ومشيت حذاء وسجلنا حاجات معناها هي قاعده في حانوت قاعده منفتحين معناها تصور انت قاعده في باحه حنوت القزادري على بنك في حنوت القزادري عادي جدا طوموبيلها واقفه طوموبيلها والشيفور واقفين وهي بصيغتها خاطر تلبس برشا ذهب وكشي بصيغتها وبيروك على راسها وبحميرها وكل شيء كانوا لبس عليهم فنانين فما هي شافي كانت لبسنا عليها الاخرين كانوا قليل هي الوحيده اللي كانت لبس عليها

كانوا برشا مغرومين بالكراب خاطر كراب فينومين شخص واحد ايه ستاتيور سوسيال ايه معناها على ايه بزو كان ايه 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 عبد العزيز العروي كان عنده كرابه ديرني موديل والحطايط عبد العزيز كان لبس عليه مقارنة بخدمته اه مش من خدمته لا يا تعرف سي عبد العزيز بيجيست قال طول حياته يقولوا يحكيوا لي قالوا عيط له في وقت ما مدير الاذاعه قالوا مش نرسموك قالوا لا رفض خاطر <applause> <applause> يخلص اكثر برشا من انه ياخذ شهريه اما الفنانين الفنانين ما كانوش أه أه فتحية خيري بجلال فتحية أه <applause> التوحة العظيمة اللي نقبت الدنيا في زمانها معناها تغني لي غيك ومشات لمصر ولحنوا في مصر وفريد لاطرش عطاها أغاني وكذا أه كانت أه حاستها طريفة أه سي النهار الحبيب نهار من نهارات رئيس الحبيب بورجيبة في حلمة في عيد ميلاد ولا حاجة قال جيبوا القدم معنا الكبار كل شيء وخاطر فتحية تبدا معه خاطر يحبها برشا تبدا ديما معاه وش تغني له سلامات سلامات الاغنية سلامات 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 آه. سلامات يا غالي علينا نفديك بروحنا وعينينا تحيا سلامات وتعيش سلامات بورقيبة آه يا نور فيه. من الجنة ليه؟ اه مال شمال تو هذا كانت بالنسبة لي هو طالع الصعد فتحية مرضت شقت، عملت نحات طريه. مم. جيبوها بهتوها ما ادري كان ما عنديش مشكله، تغني سلامات سلامات، تغنيها بلاي باك، يحطوا بلاي باك وتغني سوا ديزون. انتي انت كنت في في الاذاعه كنت في الاذاعه وتلبس. وفي الفتره في اخر ايامات بورقيبه أي. غادي زاد. اي اي. أي. عندك. أي. آه انا نعرف الجواب اما صحيح كان قبل الاخبار. اي يختار الاغاني هو. يختار الاغاني هو موجهين الرساله و99.99 يمكن مره ولا اثنين كلهم اصوات نسائيه اغلبهم اصوات نسائيه ورسائل المواجهة مثلا وقت اللي بدات العركه نتاعو هو ولا وسيله <applause> وتقولي تنزل عليها كيما تو قيس عايد يعمل يعني في انفلونس على فيسبوك أه قيس عايد عنده صفحه رئيس الجمهوريه وحبيب حبيب أه كانت عنده تلفزه أه كان يطلب يعني ديريكتور يعطي قيمه الاغاني آه مثلا وقت اللي هو الوسيله كل يوم كل يوم <applause> تبلخ الا فتاة تغني يا خاينه باش كون بدلتين <applause> هذه تعرف هذه الحكايه وكنت مسكوت عنها برشا خاطر حتى في فتره بن نحكي ويسر علي ما كناش ياسر على الارث البرقيبي كان تعطيم كبير اه. اما نعرفها نعرف مجموعه اغلبهم <applause> بتبيع يوجع عليا مقصوده <applause> عليا شكون من الاصوات كانت سيدة عليا سيدة نعمه اه. يحبهم برشا الاثنين ماك تعرف مخصص لهم بني وطني البنات الاثنين كما نقول هو عليا ونعمه الفرقة الأولى للإذاعة التونسية بتاع الموسيقى هذا فما زوج فرق الفرقة الأولى الفرقة الثانية مم. الفرقة الأولى خاصة بهم مبل تزيدهم على الرياح إلى هذه جويل إلا غيره نعمه عليا فقط البنات البنات والاثنين فقط والاخرين كلهم يغنوا مع الفقر. يسجلوا مع الفقر وهكا يعني فما سيدي نعم سيدي علي فتحيه خيري. اللي خلي كون اول واحد غناه. كغنية هي 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 نشيد, نشيد هي رسمي هي بدلت حومة الحماية رجعها بن علي اي حومة الحماية هو كان استلم البي ثم كي جا سي الحبيب عمل واحدة عمل مسابقة شعراء والحنين بشكل يكتب فعمل سي م... جلال الدين النقاش كتب قصيدة على خليدي من جملة مكتب كتب وقع اختيارها مجلس ادبي اختار وعرضها على الملحنين لَحْنُها برشا اللي عملوا سي صالح المهدي هو في المستير مم. لم جماعه قدام <applause> قصر المرمر قصر الدارس قانس وسمعهم التلحين نتاعه فصفقت الناس قال سي حبيب ملكا وكي صفقت الناس عجبته بيزي هذي <applause> <نسمعش نفسي>. ما <applause> الحبيب الوطن لتحرير في مع شويه جزء منها من حلوه بصوتها بصوت عليا, عليا, عليا. عليا. هو ما نعاودوش نعديوها في عيد ميلاد وحقنا نعدي ليه هي هي المفروض كما قال والله نسيت بني وطن هذاك آه بني وطني اما لا خلي دي اه بني وطني آه وطن. آه آه وطن. آه نشيد رسمي آه وطن. آه نشيد رسمي آه نشيد حتى آه فيها بروح الحبيب زعيم مم. الوطن آه فمشكون شكون اقترح قال نخليوها لان جميله برشا نبدلوا بروح الشهيد آه سي اسامه فرحات قال بيروح الشهيد حبيب آه الوطن آه اه <applause> ونحي نجم نجم تقعد معنا تقعد ولا بيروح ال شهير نجم نلقاو نبدلوا الكلمه ما تبدل الكلمه هذيك تبدل احنا جينا القصان خاطر بعد ما تنحى سي الحبيب درنا على الاغاني اللي فيهم كلمه حبيب ونحيناها ليكسيتزين <applause> <applause> نتاع السونسو اي بخلاف الكلمة يا حبيب تونسي اللي <applause> يعني هو خاصه بسي الحبيب اما <applause> كلمه فيها حبيب نحت كما زين زين هذا الويش زين هذا الويش وبين قوسين ذيك نكته نح داروا عليهم نحاو كلمه الزين اللي فيها زين واعتجازين رئيس نحاو يا اخي نهار قلت لك ديما نبربش في فهمتك فما سيح محمد سي حمزه خرجت مشيت العواطف يرحمها مديرتنا قلت لها باش نعدي الاغنيه هذه انا غنيتي ما تعديش على الكوت علاش خاطر غنيت ساعات ننظر في الحكه مصدت ما يستعملوهمش ####البيرو# البيرويدو قلت آه قالت لي أخي نتي قلت لها هذه بالذات اسمها ومشيت# مشيت لسال دو خلطت عليا قالت تحب تبيلكنا عليه محمد نساوها هذيك سي احمد حمزه عنو هزين جبتيه منين سالف الحاجب العيد هازين الغالي حريرني ودرولي بالي نطلب من العالي خلص لي من الزين قالت لي هذه اخرتها قالت اسمع والغنية مازالت موجوده توا موجوده موجوده ردوهم لا ردوهم اما في زين كيف كيف عملت حبيب مثلا في اغنيه جميله برشا تاع سي طه القصار يتغنى بالمرسى شو آه 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 اسمه البيرو الصفصاف والنعوره فيها كوبلي صفصاف والنعوره خلوا المرسى مسميه مشهوره وان كانت توا باغيتين قبه ايه اي للسقوط فما حطوا بلاك آه سيوجع القلب فما فيها كوبلي يقول بلاد جميله تاريخها المشهور عز مثيله بلاد الحفاصه من خيار قبيله وبيت الحبيب العامره المنصوره هالبرج هو... اما يكون الحبيب زاد آه آه. الحبيب الحبيب وقبل عندنا الحبيب بي اللي حكم زاد البلاد وكان يعيش في المرسى معناها تحملت برشا توي نحاول كوبلي كله عاد الوالده يرحمها كانت تقول لي مشي الحفاصه في الساقي يا لطيف شوف العفو والاجواء كانت معناها بون فما كرياتيفيتي بوتيتر زادا في الستينات العباد متفرهده بعد التعاضد والاقتصاد بدا يدور حتى وقت فتره التعاضد اما حتى وقت فتره البناء ما تنساش اللي تونس وقتها فتره فرحانين بالاستقلال ارتحنا من المستعمر وفترة البناء وكله ضحاوا العباد ضحاوا وكانت فرحة فترة فرحة معنا يعني نفكر مليحة سي الحبيب كان يخرج فكرها مليحة وخرج من خارجاته في يتعدى في الشارع الواحد في شارع, شارع باب سعدون وكل شيء راو العباد تخرج تخرج تلقائيا يقولوا يعني خرجونا من المكتب ودور شنو احنا ممكن التلامذة زي يخرجوا انا لا انا خرجوني مرة من المكتب قريت في, في البابا صاد ما يخرجونيش اما اما في نسيت نساء تخرج راهو حبوه علاش حبوه؟ حبوه خاطر عفويه كبيره عفويه وحبوا كل كل ثم فيديو اللي دور اللي مات حاطين نكت كان ينكت حتى هو شي نكت هذوك نتاع مع الصحافه نتاع مع الصحافه اللي حكاهم في, في لبسيت يعمل في لبسيت خاطر يقول راهو كانوا سوبرميتي دو دي برشا حاجات برشا أه. حاجات اللي ممكن برشا ناس يقول لك توا أه ما نقولهمش اي اي بون فما حكايته يعني. الشخصيه أي أي. على العمليه اللي عملها وعلى على ولده وعلى كل شيء وحكينا زاد كيفاش زاد فما واحده كانت كان معجب بيها هو وممات وما خلاتوش خلاتوش آه على آه زهرة زهرة إلا الزهرة بعد ايش كي عاود راها قالت له قالت له يا لطيف يا لطيف باقي راني تو في الساكنة <applause> 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 تز... يعني وكل شيء والعباد كان وأون بليس كان فما نخوة فما نخوة نتاع فرحة بالحق خاطر أنت مثلا في الحاجات اللي, اللي انقرضت تويكا الأغاني تغنى بالمدن وبالجهات تو شكون واللي تو تقول لك اه جهويات جهويات قبل كانت كانت العباد هوبي هكا سي شادي الحق سي شادي القريب اللي دي ديغيغ بوكو دو شوز في الحكايات هذيا سي شادي كونسيني جا عطاه عملوا حاجات يكتبوا حاجات عرفوا بالبلاد التونسيه قشطك يا قليب يا محلاه وحمامتي يا جنه وبرقه و... 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 يا بلاد الخير وباجه و... 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 بلاد المندره والصابه وسوسه يعني ولات العباد ليدونتيفيك لابروبرياسيون تاع تاع البلاد تاع بلادنا هذيك نتاعنا جيوغرافيك سوسه آه اللي غنتها غنتها عليا ماهيش سوسيه ما غنت على احمد حمزه صفيقسي لكن غنى على البرقه معناها ماهيش مشكله هذيك انه الجهه الجهه انه يلزم ولد الجهه يغنى عليها لا غنى بو معناها بور دير كانت فما فكره فما فتره نخوه وكان يوظفوا الفن تعرف مثلا سي ابراهيم الغرب الله يرحمه يحكي لي يقول لي ان مش نعمل وقتها فما مؤتمر نتاع طب طبه القلب مشاو يحكي مع سي الحبيب مش الوفد التونسي يشارك قال معليش ما, ما يجيوش لهنا تونس تاع 50 تونس مومرة قال لي يجيو هنا ف المؤتمر في تونس كان اول مؤتمر طب تعمل في تونس المستقله وهنا عيط صالح المالكي قال له باش نعمل حفله بالرشيديه نحب اغنيات خاصه فكتبت اغنيه يمدا الناس وين الدوايا قلبي عدم وما لقيتش فيا وغنتها سيدة علي قدام في المؤتمر معناها حتى فن... فما حاجات ريت اللي بتيت, بتيت ديتاي ريت اللي ريت الامل ريت نحن شنو ناقصنا نقصنا انسان ي... انت تحلم بحاجه هو يعاونك هو ي... ي... يتبرون او سيريو ما يعرقلك ما يحطك في العصا بيان ينجم يستنبط لك وينجم يسهل لك وينجم هو يربح منها يربح منها معناها لصالح المجموعه ولصالح المجتمع أه بون ان شاء الله نحن نتمنيو الفتره الجديده يكونوا معناها العبيد اكثر تاريخنا يلزمنا نرجع للمحطات مهمة من تاريخنا حتى الاستقلال راهو برشا عباد مثلا انا نتفكر في السبعينات كان فما جدل كبير سكتوا وقت اللي هكا بركيبة ولا شوية ماهوش متفاهم هو الجزيرية كانوا يقولوا نحن بلد هي طلعت علينا نحن بلد المليون شهيد معناها باش كان فما نجاح في تونس أيه. نجاح اشعاع عالمي. عالمي وتونس والانفتاح والتوريزم كان ماشي بالكدا دونك يقولو انتم معناها انتم حكيت فوزافي آه نيغوسي نحن نحن, نحن دفعنا الدم. الدم. هي نيغوسياسيون شان انساني عظيم كي نيغوسي سلوي كي اول حاجه يعرف يفكر صحيت ويعرف يمبوز افكاره افكاره <معني>؟ وينجم زاد يبيع ويشري وينجم <مد> يعمل دي كونسيسيون ينجم عنده معناها اي ومساحه معناها <ممد مشاري> نتاع نعطيك حاجه تعطيني حاجه معناها <مد> الحوار ولا التحاور ولا البناء الجماعي هي من شيم من الناس اللي عندها ثقه في افكارها ومعناه وتونس كانت معناه معناه صحيح حارب معناه طلعوا للجبل وحاربوا بقدر الامكان وكذا لكن آه في نفس الوقت عطاو ضريبه الدم زاد من اول الدنيا من اللي بدات الاستعمار وعطوا ضريبه الدم لكن معناه كيلقاوا معناه طريقه مش اوترومون الدماء ويربحوا وي حاجه عملوها معناه وكانوا فرحانين وكان فما نخوه كبيره يعني والنخوه هذيك تلقاها كنت نجم تلقاها في الفرحه اللي كانت على قلوب لعبه ميزيريا وكانوا كانوا ناس قليل لكن ما قليله راه نحن تو مشي في بالنا لكن لعبت كل كان تاكل في الحم و... الحمو تو... كان فيه في في راهو العباد العباد يدخلوا ولاد المكتب مش ياخذوا ب... الحكار هذاك كاس الحليب والخبز والجبن والجبن المطبوخ اللي من امريكا من الشعب الامريكي معناها راهو كانت الناس معناها ظروف مش الناس الكل معناها فما بعض بعض الناس شويه هكا مترفه أموره لكن راهو كنا في بدايه السبعينات السبعينات كي راو الناس كان معندهمش عندهمش ما في صالح للشراب في ديارهم كانوا يجيبوا في تونس العاصمه نحكي ما نحكيش حتى على الارياف نتفكر انا بيان سور كنا معناها فما سبالات في كل في كل زنقه في. كل زنقه تلقى سبالة وعباد خش بالوسط يعبيو الماء من اسباب آه. العموميه معناها معناها ما كانش لو كانوا يسكنوا ساعات فرد دار تلقى ثلاثه واربع عائلات معناها كل واحد في بيت معناها كل شيء وكوجينا مع بعضهم والتواليت مع بعضهم رو ما كانش الظروف اللي نتخيلوها لكن كان فما من ناحيه كان فما قناع مم. وكان فما حتى فما حاجه اللي كنا نشوفها حتى في المسلسلات القدم ولا الروايات نواغي بلون كموشه وعمتي حيشه راجل انه معترفين انه كل واحد يقف عنده حدود يقف فيها مم. أه نتفكر يتجوزوا مش حتى عنده يقول لك لا انا مش من عاداتي هذه أه توا علينا عيد عيد صغير في 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 العائلات اللي عشت عشت فيهم وكذا اللي محيطهم وناس بن سعدون وين وناس بن وكذا اللي فيه ديار مماتي ودارنا ودار دار خالتي وكل البقلاوة البقلاوي مش الناس الكل حلو بقلاوة عندهم يعني بالمقروض عنده فلا يعمل مقروض يعمل الغريبه عندهم فلوس غريبه فارينه غريبه فارينه والبيضة والسميد والوحده والحمص والدرع, والدرع لكن وعندهم اللوز عندهم مش يحلوا في الفروحات البقلاوه لكن ما يعملوش في نفكر انه حتى كانت لي تهمه سالت في دار من دار دخلت الدار وانا صغير وقتها اربع خمس سنين حطوا الطبق الصحن في غريبة غريبه وبقروزه قلت لهم عندكم مش بقلاوه يا اخي خسرت لي مولات الدار قالت حساب امي بنت بي كيفك أنا بالنسبه لها مش مبين عندها فلوس ليه انا عندها عادات مو مو اخرى تعرف اثبت على البيت انا جدت امي مامتي اسم مامت امي اسمها فاطمه مم. وكانت يمشيو هي واختها يمشيوا يحلوا الحلو في, في دار البيت كيفاش الحكايه هذه؟ هو كانوا كانوا العائلات الكبيره الحيوانات اللي مشهورين اللي يقول لك كنت مشهوره معناتها يعني تمشي في الافراح في كي ال... ديليغاسيون ال... <applause> لا الحلوانيات هذوما اللي يحلوا معناها تلقى بنت سي فلان ومرت سي فلان وكذا لكن معروف عليها انها صناعيه ماهره ففي المناسبات الكبيره في دار البيع يعيطوا لهم بس الحباب يستقربوه والناس هذوك يعتبروها معناها كيف اللي مزيه يعملوا فيها على دل بي معناها باعتبار هما عندهم لو كانوا معناها نتفكر وانا صغير كانوا تتحكيت هو. تمشي دار البي حاجه أي كانت تحل الحلو في دار البي معناها خاطر علاش؟ كنت انه هي كانت كيني عاملة عليهم مزيه لان عندها سافوار فير عندها صنعه عن... عن... عندها صنعه في دي فينو اللي ما معنو... حتى بكري ما كانوش الناس الكل كما قلت لك فما حاجات لي ما عملوش الناس الكل عندهم الماديات بتدرى ما عملوش الناس الكل صحيح اللي زكوكو مثلا ما, ما كانش معناها انا يقولوا الزكوكو في فتره ما ما كانت كانت فما جاعه تلزوا العبيد ياكلوا لا خاطر يطلع وحده كان يعملوه زاد خبز ولا حاجه يعملوا يعملو يعملو كل يعملوا كل شيء معناها يعملوا منه كل شيء معناها مش ياكلوا خاطر ما لقاوش ما ياكلوا بعد ثوره علي بن غدام والجفاف اللي جا مش الثوره في حياتنا الجفاف اللي جا بعدها وفماش ناس خدمت الارض وموته ومجاريح وكذا والناس ما عادش تحب تخدم الارض ما يدفعوش شيء يقول الشيخ بن ضيف أكلة الناس والجيف معناها وصلوا حاشاكم مثل لدرجة انهم ما هذاك يطلع وحده من عند ربي ما يتزرعش وكذا فياكلوا وما اول ما بدا يكلو اللي من اصل الدنيا هما اهلنا في خمير معني في الجبال هذيك لانه عندهم هذيك يعملوها باستو هكا في السهريه

موجوده لكن تلقاها في, الم... في تونس معناتها عند الحماصه في, في وسط الحماصه ديك... ديك... يحاسك الحلوه ذيك ثم ثم بعض الحماصه مازالوا يبيعوها ما... تلقاها في سوق سيدي محرز مثلا مازالوا فك الكنست اه وين يبيعوا الدراجي اللي يقولوا ولا... الحصاله آه الفاكهه هذيك الخلطه الحصاله تلقى فيها كعبات كعبات معناها كان وهذي الكل حتى كنا نراوه في كي تعمل التلفزه كنا نراوه ما كانوش يحشموا به كانوا يوريوه كان فما برشا دوكيومونتير يخرجوا للشارع يصوروا ما عادي جدا احليهم كانوا ف... كانوا، انا نتفكر مثلا دوكيمنتير في الول... في التلفزه وقتها في اي تاتو

تحكي على الفن الشعبي فما قفلة سير هذاك في في الراديو في الراديو سي الحبيب يحبها برشا شكون كان يعملها؟ اسماعيل الحطاب أوه. هو كان المشرف عليها سي مختار حشيشه مختار شيشة مختار حشيشه اللي إيه. قامه فلن. قامه أوه. كبيره سي مختار شيشة يشرف عليها ما يحبش, يحبش يحب الصالح وما يحبش يحب العرق التونسي آه يقول لك هذاك تونسي والاخر دخيل المزود والدخيل يعني داخلي لك داخلي لانه جاي مع لي وكل شيء وتربط عاده بقعده ربوخ اه الاخرين سي القعدات نتاع الشرب, الشرب والقعدات كذلك. بينما الاخرين سي الزكار والرقصات وواحد وكل شيء يحب الجو هذاك كانت عايشة خاتمه آه سي الحبيب كان يهزهم معاه في الجولات الرسميه هز خالتي عايشه خالتي ماميه شكون هذوما زوج قبل زين عزيزه قبل زين عزيزه قبل ما يضروا زينه عزيزه هذوما كانوا كانوا يسحبوا القله و... يسحبوا القله ويس... ويسحبوا الواقفه ما نعرفش كيف يعني كانوا إيه؟ مع الدغبيجي كان ليه كانوا مع اسماعيل الحطاب مع اسماعيل الحطاب دغبيجي هو خدم مع زين وعزيزه ليه دغبيجي كان هي غنيه على قلت الدخبيجي لي 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 مع اليوم كسكسي البارح اثر فيك عملوا بالعصبان لا 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 انا العصبان <applause> ملي تفرجت في المسلسل ما عرفتش شنو ف سي حمادي حمادي اللي كان مع زينة عزيز وكان فكان عم يختار حشيشه هو هو المشرف نتاعه وكانت عنده حصه طريفه في الراديو اسمها ما بين الخيمه والعين تتعدى نهار الخميس العشية فاضي ثلاثة اسمع الف... ال... الانديكاتيف نتاعها شو يقول ما بين الخيمة والعين دنيا وسعة رحيبة فيها الفرح وفيها البين وفيها نجاح وخيبة وشهامة وجود فراسين ونجاحات وخيبة يرويها جوال كين شعرة بترتيبة تعنوله المستمعين مستمعين وسخوها على صيبة. سي مانيفيك سي مانيفيك هذا الانديكاتيف نتاع الغبار جوال جوال كان حاجة غريبة أي أما ريت نحن ثقافتنا الـ الـ المنتشرة لمشارك خطر زادة فما القوالي في, في المجتمع في, باكستان ايه. الباكستان ايه. وفي في الشرق لازيم ايه. ميناء ايه. هو راهو يمكن نحن برشا ماشي في بالنا اه اللي الانفلونس الكلها جايتنا الشرق وفات الانفلونس الكولتوريل والانفلونس العلمية والكل جايين من من لازي من اي انتشار اللي معناه تعرف حتى كي في بعض الوجوه توا تحسهم 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 انه فما جرجيس خان بيان سور فما برشا حتى من تركمان تركمانستان وك هذيك عندنا منهم برشا دونك لانفلونس آه 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 كانت تونس ناخذ تونس كانت المدينه واسوار المدينه والعاصمه كانت محصوره في الاسوار يمكن وقت مع البروتكتوراه معناها مع الحمايه الفرنسيه فما البلاد السوري اللي جات لكن نحكي المدينه هذيك في الستينات المدينه العربي فما يكون عائلات خرجوا شويه برشا عائلات لكن اللي قعد كان عنده تاثير كان مسكر على روحه خاطرنا نتفكر توا نحن في المدينه و... وعندي ثبوت صغر معناها خالتي معناتها تبدك حتى تمشي لل... تخرج تمشي للعوينه ولا تمشي للمرسى ولا تمت... خرجت عليه خرجتها من محيطهم. آه محيطها هما يقولوا دائرة السكري المدينة يقولوا كي يظن عليهم المغرب البرع من باب عليو يقولوا ربي يرد الغربة يخافوا <applause> ليموتوا أغراب معناتها الناس خارج الأصوات سكروا على روحهم برشا خوفا بتتعالي على باتخيمان باتريموان معناها اوغال نتاعهم باتخيمان آه تاع العيشه نتاعهم خافوا سكروا على روحهم علاش؟ هي راهو الخروج بدا من الاربعينات كيف من الاربعينات عائلات الكبيره الثريه فهمت اللي الدنيا تبدلت بعد الحرب العالميه الثانيه واستقروا دون لو ميزون سيكوندير نتاع البون ليو نتاع الخلاعه اللي استقروا في سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد كان في الشتاء خالي تبدا خاليه ما فيها شيء لا لا مرسى تبدا بريسك فارغ كيف كيف Alors استقروا في المرسى في سيدي بوسعيد في كارتاج في حمام الف كديار الثاني السكوندير كانوا تاع خلاع برك استقروا فيهم فا وقعد الكبير الكبار الفرع الكبير اللي مع معناه المحافظ اللي اكثر محافظ هو اللي قعدوا في المدينة. ثم ثم جماعة اخرين جماعة اخرين بداوا يخرجوا في الخمسينات مشاو لفرانس فيل بعض الفرنسيس يخرجوا مشاو لفرانس دار المرقي من مم. القدم في فرونس فيل. آه فيل اللي هي تو طاو العمراني العمران يسموها العمران آه معناها معناها عائلات قديمه عائله تونسيه عندهم من الاربعينات بداوا يستقروا غاديكا فبدأت بدات المدينه تحس يروح وخطر وخاطر لا بالفيديو دون سكنوا مم. في الفراغ في البقايا فالعائلات فبعض العائلات اللي قعدت ولات تحس كني روحها مناسي كاني خايفه ولات على الريح فسكروا على الريح ولاو ما يحبوا يخالطوا آه ما عادش كلوفيرتور اللي كانت اللي في الحومه مثلا اللي كان ويبدو ان منها حكايه الحاج كلوف ده شو السيء مانيش آه ما قابل التعايش آه مع الموجود هل آه آه ما نحبش نستعمل الكلمات بيجوراتيف آه خاصة فعل نزحة ما نحبش نستعمله خاطر البلاد ملك العبد الكل، لكن هل لو اللي جاوا عائلات مثلا من محيطات مختلفة مثلا بعادات اخرى مم. بتقاليد اخرى والاختلاط ان سيغتان مومون كان سلس لكن من بعد شنو اللي يفسر اللي حسب رايي آه كي نقرا تاريخ تونس وكذا آه الارض الارض تونس العاصمه ولا غيرها من المدن ما تنبتش لبندمية، ادميه تنبت كل القمح كنا جينا دو كالك بار نهار من نهارات لكن انا جيت عندي 100 سنه وانت عندك 300 ولا 400 بالاقدمي كل واحد وقت جاء انا اللي جيت عندي 100 سنه كي خلطت شفتك وريت طبيعتك طبيعك وعديتك وش قاعد تعمل وقلقتك داك الكوله ديما on peut ne pas être beldi mais on peut le devenir ما ناس سي با ان كاست fermé نيجي كلمه بلدي بلدي انا من البلد ابن البلدي <سؤال> ولد البلاد هذيك الو <سؤال> بلدي سيت مود دو في سي با دم هو مود في وبرشا بلديه اصلهم اتراك واصلهم واللي اصلوا حتى من داخل البلاد معناها من داخل البلاد بلديه والو عيان ضربوا حاجب من بنبله من مدينه بنبله جا جدهم سيدي سالم حاجب ولا شيخ الاسلام اعلى رتبه بين يخلق له واحد بذريعه معناها بعلمه كذا ولده ولده ولا شيخ المدينه شيخ الحاج بعد ولا وزير كبير واخذ نظلي فاضل باشا فاضل نظلي فاضل, فاضل باشا حفيد محمد علي الكبير سلطان الخديوي مصر مم. ومرأة تقعد في عندها صالون ادبي في مصر تحط تاج على راسها معناها تي ما كانوش زاد عبد يخلطوا المناصب بالكومبيتونس يخلطوا بالولاء بالتوريث أه تطول الحكايه امامهم اما كانوا يدع... كانوا يدخلوا مثلا مصطفى خزن دار ماهوش من من جاي من عائله مصطفى خزنه مملوك 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 اصلا معناها اما كانوا, كانوا معناها المماليك م... كانت عندهم اكثر حظوظ زاد من ولاد البلاد عندهم حظوظ لكن ولاد البلاد فين لقى الحظوظ؟ في الميدان العلمي المماليك اي يعني معناها جايبها بذراعه جايبها بالعلم بجمع زيتونه بالتدريس بالمشيخه معناها و... تعطي مملوك تعطيه أه يشد و... لك الجيش وما تنجمش تعطي الحفيد بن يشد الجيش فهمت شنو نقصد؟ بيان سور مثلا ولاد المقرون اللي هما مساكنين كانوا جنرالات في الجيش صار واحد اسمه مقرون و... سيدي حسن المقرون سيدي صالح المقرون وساهموا في حرب القرم دو كريمي مشاو فيها وساهموا فيها وبلاو البلاء الحسن وداير تلمو فرح بهم البيك رجعوا قطع لهم أه 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 على ذيك حصين على اوكرانيا نحن اه حتى بيناتنا بيناتنا اقطعهم السرايا اللي تسمى سرايا المكرون في مساكن سرايا كامله معناها وكان فخور بهم وحميد بين لدرجه انه يقولوا ان نهار لي جاه خبر كاذب هو قالوا له سلطان المغرب قال زاد مش يعمل جيش نظامي هو اما قال ما نجيبش طلي قال بي تونس جاب طلاين ما نجيبش طلاين قالوا ما لك الجيش الله نجيب من تنقل البيتون تونس يعطيني ولاده معنا فالبي فرح برشا قالوا ليش باش تعمل؟ قالوا بش الشرف. قال باش نبعثوا له ولاد الماكرو خذوا اشرف ما كان مساكن ينتسبوا للشرف، قال باش نبعث له جنرال الاثنين ونبعث لهم معاريهم الرساله له قد وسيرنا لشريف سلطنتكم اشراف جيشنا واجرتهم علي معناها ما تخلصهمش خلاص انا شرف ليا ان نخلصهم خاطر كاني فخور بهم ان ولاد البلاد ولاد تونس موجودين في الجيش وعندهم خطط وكذا لكن علاش يقول قايل انه الوزراء وكذا من المماليك هي حكايه ولا شنو هي الحكايه؟ أنا 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 بين البلاد تعرف ملوك الطلاق والوزراء واحد قروي واحد صفاقسي واحد سوسي واحد شنو به ومن بعداش أنا غضبت على وزير كذا هو قروي زيرت عليه غضب القراو غضبت على تاع السوسي غضب على غضب السويسه نهار ما راكش روحي تونس كامله ضدي ايش نعمله؟ جيب المماليك شري بالكيلو علمه كما تحب انت كما التوافق المخشوش فعلى... <applause> اعطيه آه... واحده من بنات <applause> العائله عنا عندنا دي ديفو دي منذ مئات اعطيه عطيه بنت العائله آه... نهاري نغضب عليه مشان على روحه آه... قدام... تبكي عليه علي نهارين ناخذ لها راجل فصلت النازله وهو نازله اما هو كان من... عارفين الدواخل وزير الداخليه وزير الشؤون المحليه بلوتو اللي هو الشيخ باش كاتب ولد الاسرى تونسي مم. ما جابوش ما حطوش عمره ما حطوا في, ال... في الخطه دي ونهار اللي اثار ما فيه ما عادش فما شكون يعت... يعني يتولى الخطه جابوش عزيز بوعتور تونسي الخطة هذيك خاطر علاش؟ خاطر الشؤون المحلية الخناخش البلاد وتعرف القبايل وتعرف العباد وتعرف شكون وهذاك ولد شكون ودخل القبيلة هذيك منين ودخل كذا ويلزم ولد البلاد اللي يعرف عاداتهم وتقاليدهم ما حطوش مملوك عليهم رغم اللي فما برشا ملك دخلوا في لا يلزم ولد البلاد باهي باش حاجة يمكن ما تتسالكش ديما ولا بالكل عرف لي التونسي لا ديفينيسيون دي تونيزيان ما عنده ما عندوش هو التونسي <applause> هو تعريف الماء بالماء خاطر تونسي هي خليط محلي في الاصل محلي نتاع برشا برشا اجناس عطات شخصيه طريفه جدا في الاصل اما مركبه مركبه كومبوزي على الاخر لكن طريفه مم. طريفه كي طريفه مش بمعنى باهيه ولا خايبه خاطر طريف ماك تعرف طريف اللي هو خاص مم. او نادر آه بارتكولي. بارتكولي. آه شخصية خاصة جدا صعيبة صعيبة الفهم آه نتفكر وقت كنت نقري في في, في منوبة آه عندي صحابي مائل برشا جماعة سوسيولوجي معنا نحب نشوفهم مش قاعدين ايش عندهم وكذا عاد نبدا انا بدي سؤالي هذا نطرح ونقول نحكي لهم الحادثه التاريخيه ونقول هذه كيف تفسروها؟ اعطيني تفسيركم ثم لسوسيولوج قولوا كل... لي التونسي صعيب معناها العميل بتاعنا صعيب حسيت لك لي كازي معناها انا فما حاجه قاعد نكتشف كل مره معناها تزيد شويه في القناعه مثلا نتفكر عميلتي تالي قريت نص هنا في ال... كانت الليميسيون مع حاتم قريت لهم نص وقلت لهم شكون كذبوا زعما شكون نص يحكي على واحد جاي من الجنوب تونسي هو كتب النص تقول لك عليه في وجاي وجا يحكي معاه ولقى شباب وقال لهم غدوه يلزمنا نمشي وهو كان ثوري برشا نحكي لك في العشرينات لي زاني 20 مم. 19 ولا 20 قال لهم يلزمنا بعد الحرب العالميه الاولى اون سامبوز توانسه بدا يخمم في فكره الوطن مم. وفكرة الاستقلال التام والجمهورية وبرشا حاجات فكان الشباب وقت قابلهم قبل بليله كانوا متحمسين برشا وقالوا له غدوه معاك نتقابلوا معاك في الصباح مقا مقام حد مقام حد حد ابو القاسم الشابي كتب النص هذاك يروح وكانت خيبه امل كبيره كي رجع للجنوب يقول معناها تونس خذلوني معناها اي بي اي متحمسين قال في 24 ساعه في ليله بردو بردو, بردو الطبيعه زالت فين موجود احنا هكاك احنا هكاك علاش خل... من قبل احنا من قديم زم... من قديم زمان مش حتى هذاك وقت الاستعمار وكذا شوف كي تقرا التاريخ مثلا تشوف تشوف سورتو فتره الاضطرابات الكبرى أو... او في الفتره الحفصيه او في فتره صاحب الحمار شوف القبائل كيفاش اليوم يقول لك راني معاك وكذا تعمل عليه انت تحسب تقول اي عندي معايا 300 فارس يقوموا الصبيح ما فهم تلقى ع... يهزوا خيلهم خيلهم وبيتهم ما هاي باش احكي لك حكايه انا عام 98 م. ولا 99 جاني بروجي طموح جدا آه كنا باش نكتبوا على معناه باش نخدم حاجه تحكي على كمشروع مشروع معناه باشتراك مع فرنسا يحبوا يعرفوا حنا بعل وخاطر هو نحن نعرفوا حنا بعل لا سيدي ديزال اما حنا بعل ابارمون كي مشى للجول كي شق اللي يموتوا في اثنين عوضهم بقبائل اخرى معناها كي خلط اشتر الجيش مش أي. من أي. فرنجي أي. دي قولوا <applause> آه... لا باتاي دو زمان اللي خسرها ابارامون صبح بحرقت معناها فما وثائق تاريخيه <applause> صار في ليلة الواحد باش بور غالفانيزي لي تروب نتاعو حنا على حنا على ما دراك <تدخل> آه في حليت عمل <applause> لفتر مع زوز صديقاته عشان يمكن من المجتمع الفرنسي وعدى ليلة وكي جاو الصباح معناها باش يمشيو قال لهم اسبقوا انتم تنخلد دونك معناها قريتها بعناية في مكتوب المصدر مش مصدر علمي مم. اما في فيما يحكى خاطر لقيت بليزيوور فيغسيون برشا روايات في بعض ساعات تلقى باراجراف أيه. أيه. في كتاب فرنسا كتبوا مؤلف فرنساوي على حاجه حاجه اخرى لكن مم. هو يحكي دونك يعني. في الطبيعه هذيك وكل شيء اما اسكو معناها توا نحن قا... تحررنا شويه معناها الكلام ما كناش نجمو نحكيو هكا <applause> آه في قبل 2011 آه يمكن آه يجيو فترات في تونس نجم تتحل شوية ما لكن ديما الخطوط يرجعوا لك فيسع آه البلاد ديما نحن بيان سور اللي ليه هو الحاكم الحكام لكن فما لي كورز انترميديير آه حتى كي يجي حاكم بون فولونتي نحن عشنا انا وياك نفكروا 87 7 نوفمبر كان فما نوعا من السولاجمون خاطر بورقيبه مش هو كبورقيبة لكن من المنظومة نتاع وسعيد والحكاية اللي يخرج والتوريث والمزالي وهوا هرب وهاو درا شنو وهاو الاتجاه الاسلامي وهاو ما فرق وهاو الوتلة وكل كل كل اللي 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 الكل كل عشنا فيها دونك جا هو كان المنقذ لكن بون تقلب فيسع برشا يقولوا من الاول اللي حتى الخطاب نتاعو كان تسمع الاولانيين فما نوع من نبره نتاع سانسيريتي فما هاك نبره تتفكر قالوا يحيى بن علي قال ما يحيى تونس فما حاجه زادة تحسب لهم فمش حاجات بس ما, ما هو يعني في اغاني ما فماش سنب, 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 سنب ما عملش سناب ما عملش انهجه بتاتر زاد هذاك يمكن اللي الزعيم كانت اون بريزونس واللورا نتاع بورقيبه اللي جي بعد بورقيبه بوسيبل ما ينجمش بتاتر كان جاي بعد رئيس اخر بن علي يمكن راهو عمل لك بابا ما نعرفوش كلهم شيو على رواحهم وقعدنا قعد البلاد هي اللي تقعد لي زانترميدير هذوما الناس اللي ردوك كيما تبع ساعات تقرا حاجات في فيسبوك على قيس سعيد يمكن هو ما من من أيوة. أيوة. في يا ودي فما باجيت يهبطوا ها وشري درا شنو من تركيا الدرون وباش يحارب تشري درون معناتها في البورت افيون وهو يصنعوا في بورت افيون باش يقول معناها اللغه كان موجود هذا من قبل كان موجود, موجود. خاطر فما نصوص راهو كي تقراهم موجود وقديم حتى حتى مثلا احنا الاكثر دوله عندنا قديمه عندنا عليها وثائق الدوله الحفصيه قعدوا بعض الوثائق نتاعها راهو كان تشوف ال مع الحاجات اللي نسبت لسلاطين بني حفص وهما منها ابرياء معنا لا خمم فيها ولا ولا كي نسبت اليهم وقتها ولا يخمن فيها هما جابوا المحيط نتاعو هو اللي جابوا الفكره مم. مش للبطش معناها برشا برشا وحتى في العصر الحسيني كيف كيف معناها اللي كان يسمع المحيط نتاعو هما اللي برشا منهم مم. ضروهم علاش مثلا اللي نتاع حموده باشا كانت بلوغيوز ما يسمعش يسمع حد واللي يجي يقول له كلمه يبطش به يبطش يبدع يبدع بحاله <applause> ما تسمع نسمع حتى حد نعمل اللي في بالي اللي نراه انا حاسه صالح نخدم به ولا ما وكاو ولذا ذاك علاش راهو المحيط راهو الحاشيه صعيبه صعيبه صعيب. قعدت هذيك حتى الغدوه وحتى الغدوه حتى, الغدوة. حتى, الغدوة. حتى الغدوة لكن بصفه عامه تونسي نجم يمشي في اي بلاد في الشارع بينه وبين في دار قدام مرايه وراسه مرفوع انا انا شخصيا نقول ان التونسي يلزم يكون فخور بانتمائه انه انا فخور جدا بانتمائي خاطر سورتو قد ما نقرا حاجات في التاريخ قد مرة في نفس الفتره نحن كيفاش والدول اللي تعطي فينا في دروس ولا تحب تدخل في خناخشنا نحن وين كنا وهما وين راهو انا مانيش عندك اكلي وحل في الاطلال لكن راهو مهم في الليجين جاي حتى نتاع بيان سور تعرف كل شيء تنجم تتعلمه الا اللي الليجين ما تنجمش تبدل فيهم حاجه تولي او ام تولي تولي حاجه ماهيش أو آه, آه اوثنتيك نرجع في صافيس على التلفزه كان كما قلت لك كنت مغرم برشا بالتلفزه الايطاليه الوالدة كان فما فيلم يحكي على على هما زوز ولا اخوه صنايعية معنا نقاشه وكذا والميزيريا وكذا فرطهم مش مشيوا لامريكا عاد واحد امريكاني يهينهم يا غزر له واحد منهم ذاك السيد الغني وهنا قال له احنا طلين قال له يا إيه ابخي قال له احنا حفاد ميكالانج اي سافو أه. وين نقول انا انا تونسي وفخور اني حفيد الوغ برشا نحن احفاد حنا بعض وبنخلدون بعد و... وبن و... وحموده باشا والكاهنه والكاهنه وش و... وكلهم مم. انا حفيدهم انا فيا جزء منهم انا تونسي وانت تقعد عبد الستار يونيك سعد جدا حديثه معاك معناها ونحن عليه عملنا ساعتين معناها على نقول خليل خلصي عنده طرح ناكار تاني آه كريه فكرة كلمة نقسين كريا كنت طالب بسويق مرسي بوكو عبد عب, عب مرسي للي سمع سهروا معنا وسمعونا انا غدو من عرش. انا غدو نحب نحل ميكرو للناس دوكاكو في بالكم غدو نعملوا حصة سبيسيال نسمعوا العبيد نعطيكم نور التليفون والحصة نحب نسمع رايكم وانتم ذكرياتكم في التلفزة خاطر بالحق يلزم صوتكم يتسمع وانا هنا باش نسمع باش نسمعكم ونوصل صوتكم نقول لكم تصبحوا على خير يا دماء كيما كل يوم آه مش كيما كل يوم كيما كل ويكاند من العشرة نوصل الليل عليا فين باي باي